على مدار الشهور اللي فاتت كان دايما السؤال اللي بيطرح على المدير الفني لليفربول يورجن كلوب خلال المؤتمرات الصحفية، امتى محمد صلاح هيجدد؟ ومن اجابات كلوب الدبلوماسية واللي بيحصل على ارض الواقع لحد دلوقتي، صلاح وليفربول ما توصلوش لصيغة للعقد الجديد. خلال الفيديو دوت هنشرح ايه اللي مخلي تجديد محمد صلاح متأخر لحد دلوقتي، وهل الاسباب المادية هي السبب الرئيسي في التأخير ولا في اسباب تانية. صلاح فاضل في عقده مع ليفربول موسم ونص، يعني بيناير الجاي هيكون من حقه ان هو يوقع لأي نادي وبشكل حر. مرتب صلاح اللي بيتقاضاه مع ليفربول هو 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، وده وفقا للموقع المعني بالعقود اللاعبين سبورتريك. صلاح بيجي ترتيبه الثاني في ليفربول من حيث أعلى اللاعبين اللي بيحصلوا على أجر أسبوعي من النادي، وأول لعيب هو فان دايك اللي بيحصل على 220 ألف جنيه استرليني في الأسبوع. وبيتساوى صلاح مع تياجو الكانتارا اللي بياخد نفس الراتب بتاعه، وبيجي من بعدهم أرلوند وفيرمينيو اللي بياخدوا 180 ألف جنيه استرليني في الأسبوع. أما زميلهم ساديو ماني فبياخد 100,000 جنيه استرليني في الأسبوع. إجمالي الرواتب اللي بيدفعها ليفربول في السنة للاعبيه هي حوالي 134.5 مليون جنيه استرليني في السنة. ورغم المبلغ الكبير ده، لكن لو بصينا على بقية مرتبات الدوري الإنجليزي مش هنلاقي ليفربول موجود في القائمة اللي فيها 5 أو أكبر 6 لاعبين بيحصلوا على مرتبات أسبوعية في الدوري الإنجليزي. فأعلى لاعب مثلا بيحصل على مرتب في الدوري الإنجليزي هو نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو اللي بياخد 510 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وبيجي من بعده كيفن دي بروين لعيب مانشستر سيتي اللي بياخد 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وبعدين ديفيد دخية من مانشستر يونايتد اللي بياخد 375 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، ومن بعدهم سانشو من مانشستر يونايتد اللي بياخد 350 ألف جنيه استرليني، ومن بعده زميله فاران اللي بياخد 340 ألف جنيه استرليني في الأسبوع. احنا اتكلمنا دلوقتي عن مرتب صلاح الحالي ومين الاعلى في البريمير ليج. طيب صلاح طالب كام وعايز ياخد كام في الاسبوع؟ وفقا للتقارير اللي بتقول ان صلاح عايز ياخد 500,000 جنيه استرليني في الاسبوع. بالتاكيد المبلغ ده صلاح يستحقه اكتر نظرا للمستوى الكبير الفني اللي بيقدمه حاليا ويخليه واحد من افضل لاعبين العالم ان لم يكن افضله. حصول صلاح على الرقم دوت مش بس هيديله مكسب من ناحيه المرتب، لكن كمان هيرفع قيمته التسويقيه والاعلانيه فيما بعد. يعني مثلا لما يجي يتعاقد على اعلان او اي حاجه هيتحط في الاعتبار ان هو بياخد اعلى مرتب في الدوري الانجليزي. طب ايه اللي معطل المفاوضات ما بين صلاح وليفربول، وليه المفاوضات واخده وقت طويل جدا لحد دلوقتي؟ علشان نتكلم على الحكايه دي لازم نبص الاول على التقرير المالي لليفربول اللي هي الميزانيه السنويه بتاعه ليفربول اللي انتهت في مايو 2020، ودي اخر ميزانيه ليفربول طلعها. التقرير بيقول ان مصروفات ليفربول الاداريه ارتفعت بقيمه 12 مليون جنيه استرليني في مايو 2020، ووصلت لحوالي 496 مليون جنيه استرليني في السنه. الزيادة دي أغلبها بتتعلق بزيادة في مرتبات اللعيبة والأمور المادية المتعلقة بيهم، وزي ما قلنا قبل كده أن ليفربول بيدفع في السنة حوالي 134 مليون جنيه استرليني مرتبات للعيبة. كمان النادي محقق خسائر حوالي 46 مليون جنيه في السنة مقابل أرباح كان محققها قبل كده حوالي 42 مليون جنيه استرليني قبل كده، وده طبعا بسبب أزمة كورونا واللي أثرت على الإيرادات بتاعة الأندية بعد توقف النشاط الرياضي. ومن المتوقع أن ليفربول يحقق خسائر خلال السنة المالية اللي انتهت في مايو 2021 بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على النشاط الرياضي كله. بعد لما بصينا على الوضع المالي لليفربول اللي بيقول أن وضعه المالي الحقيقة مش قد كده وعنده مشاكل مادية، في نقطة تانية لازم نتكلم عليها، وهي ان التجديد لصلاح بالرقم ده معناه ايه لليفربول. ببساطة معناه ارتفاع سقف الرواتب اللي النادي بيديها للاعبيه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا صلاح هيجدد ب 500، واعلى لاعب بياخد في ليفربول هو فان دايك بياخد 220 الف جنيه استرليني. اي لاعب هيجي بعد كده يجدد من بعد صلاح اكيد هيطلب رقم، ممكن ما يطلبش 500 بس ممكن يطلب رقم اقل منه بشوية، وده معناه ان فاتورة المرتبات اللي بيدفعها النادي هترتفع اكتر. واقرب لاعب ممكن يكون هيجدد بعد صلاح هو ساديو ماني اللي عقده هينتهي مع صلاح في نفس الموسم. كمان ليفربول ممكن يكون خايف من مصير برشلونة. ايه هو بقى مصير برشلونة؟ برشلونة في موسم 2019-2020 كان النادي الاكثر دفعا للرواتب للاعبين حوالين العالم، وده وفقا لتقرير سبورتس انتليجنس. برشلونة في الموسم ده كان بيدفع بمتوسط 9.8 مليون جنيه استرليني للعيبة في السنة. البعض وقتها قال ان ده بسبب راتب النجم الكبير الاسطوري ليونيل ميسي اللي كان بياخد وقتها 50 مليون جنيه استرليني في الموسم. ارتفاع قيمة الرواتب في برشلونة سبب له ازمة كبيرة جدا وخلى فيه زيادة كبيرة في بند الاجور، واضطر ان هو
في واحده من اكبر مفاجآت كره القدم ان هو يتخلى عن نجمه الكبير ليونيل ميسي خلال الموسم ده ويتخلص منه بسبب راتبه الكبير وان هو مش قادر يدفعه. بجانب الزيادة كبيرة جدا اللي كان بيدفعها برشلونة في المرتبات، كمان كان عليه ديون كتيرة، الديون دي خلت وضعه المالي على المحك. السيناريو ده اكيد في بال ليفربول وهو بيعمل مفاوضات مع محمد صلاح، بس من المؤكد ان ليفربول واخد في باله جدا قيمة محمد صلاح الكروية والتسويقية ووجوده في النادي. في كل الاحوال نتمنى ان نجمنا محمد صلاح يكون راضي ومبسوط وسعيد في النادي اللي بيلعب له علشان ينعكس ده على ارض الملعب ويطلع لنا مهارات وابداعات جديده.